أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من مستقبل الطاقة. هذه ملفاتنا: غاز نظيف بتكلفة ما زالت مرتفعة، هل حان عصر الهيدروجين؟ وقبل أيام من قمة المناخ، ما الهدف من إطلاق السعودية للمبادرات الخضراء؟ بعد محاولات استمرت لعقود لم ينجح غاز الهيدروجين بتحقيق طموحات من راهنوا عليه كمصدر أو ناقل للطاقة، هذا بالرغم من استمراره في لعب دور محوري كلقيم في عدة صناعات كمعالجة النفط الخام وإنتاج الميثانول في صناعة البلاستيك أو إنتاج الأمونيا وهو المكون الرئيسي في صناعة الأسمدة. ينتج العالم حالياً 90 مليون طن من الهيدروجين سنوياً، جله من الوقود الأحفوري الذي يصدر الانبعاثات في الهواء. فصناعة الهيدروجين اليوم تستهلك 5% من إنتاج الغاز الطبيعي و 2% من إنتاج الفحم، وتولد صناعة الهيدروجين نحو 800 مليون طن سنوياً من الانبعاثات، أي ما يعادل الانبعاثات السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا ألمانيا. لكن ومع تصاعد المخاوف عالمياً من آثار التغير المناخي، يبدو بأن اللحظة التاريخية للهيدروجين في مجال الطاقة قد باتت وشيكة. فلا يفوتنا بأن غاز الهيدروجين يحترق بشكل نظيف مخلفاً الماء ومن دون إصدار أي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون، كما أن كثافة الطاقة فيه عالية، فعندما تحرق كيلوغراماً من الهيدروجين يوفر لك طاقة أكبر بمرتين وستة أعشار المرة من الطاقة المولدة من حرق كيلوغرام من الغاز الطبيعي. اليوم هناك أكثر من 350 مشروعاً كبيراً للهيدروجين قيد الإنشاء حول العالم، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات فيه بحلول عام 2030 إلى نحو 500 مليار دولار. وبحسب دراسة لبنك مورغان ستانلي، فإن مبيعات الهيدروجين السنوية قد ترتفع من 150 مليار دولار حالياً إلى حوالي 600 مليار دولار بحلول عام 2050. لكن تحقيق تلك التوقعات بشكل محايد مناخياً سيتطلب أولاً احتجاز انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاجه من الوقود الأحفوري أو إنتاجه باستخدام الطاقات المتجددة. فالهيدروجين قادر على مساعدة العالم في مكافحة التغير المناخي من خلال 3 تطبيقات: الأولى هي الصناعات الثقيلة التي تتطلب درجات حرارة عالية جداً كصناعة الصلب المسؤولة اليوم عن نحو 8% من الانبعاثات عالمياً. التطبيق الثاني هو عمليات النقل التجاري، خاصة تلك التي تتطلب مسافات طويلة تفوق قدرة بطاريات المركبات الكهربائية مثل الشاحنات أو حتى السفن والطائرات. أما التطبيق الثالث هو سوق التخزين، فالهيدروجين بالإمكان استخدامه كمادة تخزين ونقل للطاقة، حيث يمكن تحويل الطاقات المتجددة الفائضة مثلاً إلى هيدروجين وتخزينه بكلف منخفضة نسبياً، ومن ثم استخدامه في إنتاج الكهرباء وقت الحاجة، كما يمكن تصدير تلك الطاقة من دون الحاجة إلى الربط الكهربائي، بل عبر الأنابيب كغاز أو عبر تحويله إلى أمونيا وشحنها بالسفن. كل ما سبق يتطلب حتماً زيادة حجم صناعة الهيدروجين وتقنياتها بشكل معتبر، وهذا لن يحدث بسرعة إلا من خلال هيكلية تكاليف تنافسية. للمقارنة، اليوم إنتاج الهيدروجين الرمادي من الغاز من دون احتجاز الكربون تقف كلفته عند تقريباً $1 للكيلوغرام، والمحدد الأساس هنا هو سعر الغاز الطبيعي في السوق. أما إنتاج الهيدروجين الأزرق الذي لا يزال إنتاجه اليوم محدود جداً، فقد تنخفض كلفته إلى نحو $2 للكيلوغرام، أي ضعفي كلفة الرمادي، في حين أن إنتاج الهيدروجين الأخضر
في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية وأوروبا تتجاوز اليوم 5 دولارات للكيلوغرام. فالقدرة الإنتاجية للهيدروجين الأخضر عالمياً من خلال ما هو موجود اليوم من أجهزة التحليل الكهربائي للمياه تقف عند 3 جيجاوات، لكن تتوقع شركة الاستشارات ماكنزي من أن تصل تلك القدرة إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2030، وأن يصاحب ذلك انخفاض موازن في كلفة كل جيجاوات من الكهرباء منتجة من الهيدروجين الأخضر بنسب تتراوح ما بين 65 إلى 75%. فهل اقترب فعلاً عصر طاقة الهيدروجين؟ شركة Air Products واحدة من أكبر اللاعبين الصاعدين في مجال التقنيات الجديدة لإنتاج الهيدروجين النظيف، وهي شريك في أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم في نيوم السعودية. قابلت رئيس Air Products صيفي قاسمي للحديث عن مستقبل الهيدروجين والدور الذي يمكن لهذا الغاز أن يلعبه في عملية تحول الطاقة، وسألته بداية ما إذا كان عصر الهيدروجين بات بالفعل وشيكا هذه المرة على عكس المرات السابقة. بداية شكرا لك ناصر على استضافتي في برنامجك. أعتقد أن هذه المرة الأمر سيكون مختلفا عن المرات السابقة. انظر إلى قوة الرأي العام. قبل 30 أو 40 عاما لم يكن لدينا هذا الكم من الأدلة العلمية المتعلقة بالتغير المناخي. في وقتها إذا حذرت الناس من أن درجة حرارة الأرض سترتفع عام 2050 أو 2070 سيقولون لك بأن هذا الأمر قد يحدث بعد 100 عام ولن نكون أحياء في حينها، فلا داعي لأن نقلق. لكن اليوم إذا كنت شاباً في 20 من عمرك وقالوا لك بأن حرارة الأرض سترتفع بحلول عام 2050 أو 2070 فسيقلقك هذا الأمر، لأنك ستكون على قيد الحياة لترى ذلك بنفسك. وبالتالي فإن الأدلة العلمية حول التغير المناخي أصبحت واضحة للجميع، والناس لا سيما الشباب سيشكلون قوة هامة في تشكيل وتغيير الرأي العام حول هذا الموضوع وإجبار صناع القرار على التعامل معه. في ضوء نظرتكم المستقبلية لاقتصاد الهيدروجين، كيف تقوم شركتكم بالتموضع للاستفادة من ذلك؟ أعطينا نبذة عن استراتيجيتكم وكيف تنوون استخدام ميزاتكم التنافسية في هذا المجال. ناصر، نحن حالياً الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج الهيدروجين، طبعاً عبر إنتاجه من الوقود الأحفوري، ونهدف إلى أن نصبح شركة الغازات الصناعية الرائدة في العالم في إنتاج هيدروجين المستقبل، وهو ذاك الهيدروجين الذي وصفته أنت في المقدمة، الهيدروجين المنتج من المصادر الأحفورية ولكن المقرون بتقنيات احتجاز انبعاثاته من ثاني أكسيد الكربون والمعروف بالهيدروجين الأزرق، وهو أيضاً الهيدروجين المنتج من الطاقة الهوائية أو الشمسية أو الكهرومائية والمعروف باسم الهيدروجين الأخضر. هذا هو طموحنا، وكل مشاريعنا التي نعمل عليها اليوم تصب في هذا الاتجاه لنصبح الشركة الرائدة في إنتاج الهيدروجين الرمادي والأزرق والأخضر. ما هي الطريقة الأنسب لقيام الحكومات عالمياً بدعم اقتصاد الهيدروجين؟ هل عليها تحفيز المنتجين أم دعم المستهلكين أم على الحكومات خلق الطلب بنفسها وأن تكون هي المشتري النهائي والحصري لما تنتجه مشاريع الهيدروجين؟ أؤمن بقوة بأن دور الحكومات يجب أن ينصب في اتجاه تحفيز المستهلك على استخدام الطاقة النظيفة. نحن في Air Products قادرون على تشييد العديد من المصانع
لإنتاجها، ولكن في حال عدم توفر المستهلك النهائي لها فتلك المشاريع لن تكون ذا جدوى اقتصادية. لذا فالعنصر الأساس في نجاح الهيدروجين النظيف هو في قيام الحكومات بتحفيز ودعم المستهلكين لتقوم شركات الشحن البري بتحويل شاحناتها للعمل على الهيدروجين، وليقوم مصنعو الصلب في تحويل مصانع صهر المعدن إلى الهيدروجين، حيث أن دعم المنتجين لن يحل المشكلة في رأيي، إلا أن دعم المستهلكين سيخلق الطلب، وهو الذي بدوره سيحفز الشركات التجارية على تأمين الإمدادات والإنتاج. أنتم في Air Products تنوون البدء في تحويل أسطولكم من شاحنات التوزيع البالغ عددها 2000 شاحنة للعمل على خلايا وقود الهيدروجين ذات الانبعاثات الصفرية بدءا من العام القادم. قمتم أيضا بإنشاء أول محطة وقود هيدروجين في السعودية في الظهران بالتعاون مع أرامكو، كما ستنشئون محطة ثانية في مدينة الجبيل الصناعية. ما هو حجم خططكم في سوق استخدام الهيدروجين في التنقل، خاصة أن الدراسات تشير إلى أن السيارات الكهربائية أكثر كفاءة بضعفين مقارنة بالسيارات العاملة على خلايا وقود الهيدروجين؟ ناصر، I'm very happy that you're asking me the question. ناصر، أنا سعيد جدا لأنك طرحت علي هذا السؤال. طبعا إذا كانت الطاقة الكهربائية متوفرة لديك فأنت ستستعملها في شحن مركبتك الكهربائية لاستخدامها. نحن لا نتوقع بأن تكون سيارات الركاب مصدراً رئيسياً لاستهلاك الهيدروجين، لأن السيارات الكهربائية أكثر كفاءة كما ذكرت أنت، ولكننا نتوقع بأن يستخدم الهيدروجين في إزالة الكربون من تلك القطاعات العصية على التحول إلى الكهرباء، مثل الباصات الكبيرة والشاحنات الثقيلة والقطارات والسفن والطائرات، هذا إلى جانب صناعة الصلب وإنتاج الكيماويات. هذه كلها تطبيقات يصعب تحويلها للعمل على الكهرباء، وبالتالي سيتطلب الأمر استخدام الهيدروجين للمضي قدما في عملية تحول الطاقة. أعطينا تفاصيل أكثر سيد قاسمي حول مشروع محطة التغويز المدمجة مع الدورة المركبة بالشراكة مع أرامكو وأكوا باور وقدرة البالغة قيمتها 12 مليار دولار الذي تم الاتفاق النهائي حولها نهاية الشهر الماضي. ما دور Air Products فيه، وهل سيتمحور دوركم حول تقنيات فصل الغازات وتنقيتها؟ نحن متحمسون جدا لهذا المشروع لأنه يشكل خطوة بيئية في الاتجاه الصحيح. فما الذي نقوم به هناك؟ أرامكو تقوم بتشييد مصفاة عملاقة في جازان، وعادة بعد معالجة النفط الخام يتبقى من برميل الخام ما يتراوح بين 6-7% من زيت الوقود الثقيل عالي الكبريت. في الماضي كان هذا الوقود الثقيل يستخدم في تشغيل السفن في المحيطات، ولم يكن أحد يهتم في ذلك، ولكن مع دخول قوانين المنظمة البحرية الدولية حيز التنفيذ مطلع عام 2020 لم يعد مسموحاً استخدام هذا الوقود. بالتالي ما نقوم به في جازان هو استخدام هذا الوقود الثقيل عالي الكبريت من خلال تغويزه، ومن ثم إزالة الكبريت وإنتاج الغاز الاصطناعي والذي يشبه الغاز الطبيعي، ليستخدم هذا الغاز في تشغيل محطة الكهرباء وإنتاج الطاقة الكهربائية، إلى جانب التخلص من مواد مضرة للبيئة. دور Air Products سيتركز في استخدام تقنياتها في فصل الهواء، لأن عملية التغويز تتطلب كميات معتبرة من الأكسجين، ولهذا السبب سنقوم بتشييد أكبر مرفق للغاز الصناعي في العالم لإمداد محطة الكهرباء هناك، كما سنستخدم تقنياتنا في عملية التغويز. هذا بالطبع إلى جانب شركائنا في أكوا باور الخبراء في إنتاج الطاقة الكهربائية،
ولهذا الهدف قمنا بتأسيس هذه الشراكة التي نساهم فيها من خلال خبرتنا وتقنياتنا، وطبعاً مساهماتنا الاستثمارية في هذا المشروع البالغ قيمته 12 مليار دولار. نحن سعيدون وفخورون بمشاركتنا مع أكوا باور وأرامكو، وجميع أفراد فريقنا في المنطقة متحمس جداً لهذا المشروع. مشروع مشترك آخر لكم في السعودية هو مشروع مركز الغازات الصناعية في الجبيل الصناعية، والذي بدأتم العمل عليه العام الماضي، وهو يشمل استخدامات وتطبيقات الهيدروجين الصناعية التقليدية. ما هي القيمة المضافة لهذا المشروع؟ القيمة المضافة التي نأتي بها هي خبرتنا وتقنياتنا، ليس فقط في الإنتاج التقليدي للهيدروجين، بل في تشييد شبكة أنابيب للهيدروجين. ستكون مماثلة لشبكتنا الواقعة على ضفاف ساحل الخليج الأمريكي، والتي تقوم بربط العديد من مصانع الكيماويات والبتروكيماويات بأنابيب الهيدروجين. وفي حال وجود فائض من الهيدروجين لدى تلك المصانع، نقوم بشراء تلك الكميات عبر شبكة الأنابيب، بدلاً من قيام تلك المصانع باستخدام هذا الهيدروجين الفائض في حرقه كوقود. وبالتالي نكون قد جعلنا من مدينة الجبيل الصناعية، والتي تعتبر من أكبر المجمعات البتروكيماوية في العالم، جعلنا منها أكثر كفاءة في استخدامها للهيدروجين. أخيراً، المشروع الذي يتحدث العالم عنه، وهو مصنع الأمونيا المنتج من الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، والبالغ قيمته 5 مليارات دولار. أنتم المشتري النهائي للأمونيا في هذا المشروع. كيف يدخل هذا المشروع ضمن استراتيجيتكم لتحول الطاقة العالمي؟ وهل لك أن تعطينا تحديث وافي عن أين يقف العمل على هذا المشروع اليوم؟ نحن فخورون جدا بكوننا جزءا من مشروع نيوم. هذه ليست أول تجربة لنا مع مصانع التحليل الكهربائي للماء، ولكنه مشروعنا الأول بهذا الحجم. فلقد قررنا بمساعدة الحكومة السعودية ونيوم وأصدقاؤنا في أكوا باور، قررنا بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم. وأحب أن أشير لهذا المشروع على أنه مصنع للهيدروجين الأخضر وليس للأمونيا، فالأمونيا ما هي إلا وسيلة لنقل وتصدير الهيدروجين إلى الأسواق العالمية. وسيبدأ المصنع بالعمل عام 2026، ولدينا اليوم أكثر من 500 شخص يعملون على المخططات التصميمية والهندسية للمشروع. وبالتوازي مع هذا، بدأت أيضاً الأعمال التحضيرية في أرض الموقع، فلقد تأسست الشركة وهي ماضية قدماً بالمشروع. ونحن فخورون جداً بمدى الدعم والتعاون الذي لمسناه من الحكومة السعودية ونيوم، ونحن واثقون من أننا سنثبت للعالم بأن الإنسان قادر اليوم على حل مشاكل العالم من الطاقة، فنحن نمتلك التقنيات اللازمة. لذا دعونا نعمل سوياً، دعونا ندعم بعضنا بعضاً لتحقيق ذلك. نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع مستقبل الطاقة ونتحدث فيه عن الإطلاق المنتظر لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى مستقبل الطاقة. حدث غير مسبوق تشهده السعودية يتمثل بالإطلاق الرسمي لمبادرة السعودية الخضراء يوم السبت، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر يوم الاثنين المقبل. المبادرتان سبق أن أعلن عنهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي، لكن يكتسب موعد الكشف عن تفاصيلهما أهمية مضاعفة لكونه يأتي قبل أيام قليلة من انعقاد قمة المناخ العالمية COP26 في غلاسكو مطلع الشهر المقبل، والتي ستكون أهم ملتقى دولي يناقش قضايا المناخ منذ مؤتمر باريس عام 2015، حيث من المفترض أن تقوم الدول الموقعة على تحديث مستهدفاتها المناخية. مبادرة السعودية الخضراء ستضع المملكة في موقع المبادر على الساحة الدولية للتصدي للتحديات المناخية من موقعها كأحد أكبر منتجي النفط في العالم.
بالأرقام، ستعمل السعودية على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من الإسهامات العالمية المطلوبة للوصول إلى الأهداف المحددة في اتفاقية باريس للمناخ. سيتحقق ذلك من خلال عدد من البرامج، من أهمها مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر نصف إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول 2030، إضافة إلى مشاريع التقنيات الهيدروجينية النظيفة، ونذكر هنا أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في نيوم باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار. هذه المشاريع وغيرها ستمحو أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وهو رقم ضخم قياساً إلى حجم اقتصاد المملكة وعدد سكانها. وإلى جانب الأهداف المحلية، تقود السعودية جهداً إقليمياً طموحاً من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لتذهب دول المنطقة بصوت وازن ومسموع إلى قمة المناخ. من خلال هذه المبادرات ستقدم السعودية خبرتها وتجربتها لدول المنطقة لمساعدتها في تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج النفط بأكثر من 60%، ما سيساعد دول المنطقة على تحقيق خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 10% من المستهدف العالمي. هاتان المبادرتان تأتيان بعد مبادرات أخرى اتخذتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة 20 العام الماضي، نتج عنها تبني المجموعة لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس أول مجموعة عمل خاصة للبيئة وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من مستقبل الطاقة. سنغيب عنكم الأسبوع المقبل بسبب تغطيتنا لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، والتي تخصص حيزا واسعا لقضايا تحول الطاقة ومكافحة التغير المناخي أيضا. حتى ذلك الحين يمكنكم الاستماع إلى حلقتنا على العربية بودكاست، ومشاهدة حلقات البرنامج كاملة في موقعنا على الإنترنت العربية.net/programs. إلى اللقاء.